السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع تبسة لنقف على الأشغال نتاع الطريق السيار الدائري لمدينة تبسة. إذن واللي يشوف هنايا الخط هذا اللي رانا هنايا القسم هذا تاعو تاعت الأشغال به هنايا، وهذا الخط الدائري لمدينة تبسة، وأنا أشوف المطار تبسة، إذا مطار الشيخ العربي تبسي، وكذلك أشغال لتوسيع هذا الطريق الدائري هنا في الجزء هدايا. وللعلم أن الصور هذه تعود إلى شهر أفريل، يعني عندها حوالي 4 أشهر، إذا مش قديمة بزاف. إذا نشوف هنا الجزء هذا تاع الأشغال، راهي يعني الرواق مفتوح، وجزء آخر الأشغال انتهت منه. ونروح نشوف الصور إذا نتاع الطريق الدائري هذا اللي يربط إذا المدينة تاع تبسة بشمالها وغربها، وبدون أن ندخل يعني في المدينة نتاع تبسة. إذا هذا هو الطريق، ونشوف محول للطريق السيار هذا، يعني من نوع الثاني، هو في الحقيقة طريق سريع. نروح نشوف العرض دياله. العرض هو 15 متر أو 16 متر، معناه فيه 2 أروقة في كل اتجاه. إذا هو خط سريع. أترككم تشاهدون الصور. السلام عليكم.